انا في مستوى جد عالي في الدراما، لما نتكلموا على فيهان، على البراني، على 11 11، انا نشوفوا صوره، نشوفوا اخراج، نشوفوا ريتم، نشوفوا اكتينغ، جو داكتور. في الفكاهه ايضا نوعا ما، يعني لما نتكلموا على البطحه، على دار الفشوش، في المرتبه الثالثه تاع عائله اونبان، كاين الانتاج هذا العام، ان شاء الله نكملوا هكذا، وان شاء الله نكونوا خارج ثاني ايضا سباق رمضان. نتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله، وان شاء الله الاكسكلوزيفيتي تحبس غير عندكم. انا ان شاء الله بشايب صافي بليزير، ان شاء الله شامبيوني هذا العام ان شاء الله.